صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 76 لسنة 2023 بتعيين وكيل في مكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين السيدة نوف عبد الرحمن جمشير وكيلا للبحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء